مرحبا بحضراتكم مرة تانية. امبارح كان في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيقام خلال الفترة من 25 يناير ل 6 فبراير، وهتكون الأردن ضيف شرف المعرض. ومن الجميل طبعا اختيار رائع صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض، والأديب الكبير كامل كيلاني عشان يكون شخصية معرض الطفل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن معرض الكتاب لهذا العام من الأستاذ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا. في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير على حضرتك. طبعا الخبر ده خبر لطيف جدا لكل عشاق القراءة بشكل عام، دايما بيستنوا معرض القاهرة دولي الكتاب. لكن في بداية خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل عن هذه الدورة، عدد الدول المشاركة، أهمها، دور النشر هذا العام، يعني تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. طبعا احنا 54 عام من الريادة الثقافية المصرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا العام في 1047 دار نشر عربية ومصرية وأجنبية، عندنا 340 ناشر عربي، عندنا 53 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم. عندنا مؤتمرين وحابب أتكلم عليهم، مؤتمرين مهمين جدا، مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الجمهورية الجديدة، وعندنا مؤتمر للترجمة وتبادل الحقوق والترجمة العكسية من العربية للغات وليس من اللغات الأجنبية للعربية. أيوة. كما هو معمول به حاليا، فده مهم جدا. عندنا 500 فعالية ثقافية على مدار 12 يوم، بخلاف طبعا الندوات الخاصة بضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية. عندنا نشاط مميز ومكثف للطفل، بيكون مكانه في قاعة 5. عندنا مسرحين للفن، لأنه يعني الثقافة أو الفن والثقافة دول جناحين مع بعض، فعندنا مسرحين سيقام عليهم العروض الفنية من مختلف قطاعات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى فرق فنية جاية من دولة في الشرف المملكة الأردنية. أي أنا عندي سؤال يعني عن المواطن البسيط المثقف اللي هو فعلا حقيقي هو جاي محتاج معرض الكتاب. طمني على صديق الفقراء ويعني رفيق كل المثقفين، سور الأزبكية موجود ازاي، وسوق الكتب المستعملة مازال موجود ولا لا يا فندم؟ مازال موجود، وبنحاول نطور كل سنة مشاركتهم معانا. يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، السنة اللي فاتت كانوا 48 دار نشر او مكتبة، تحديدا مكتبات من سور الأزبكية، السنة دي بقوا 53 عن العام الماضي، يعني 53 مكتبة. والله أنا شايف إن ده الأهم، إنه ده الأكثر إقبالا وده اللي فعلا الناس اللي بتقرا بجد. والله مش هو ده بس، أنا عايز أقول لحضرتك برضو إحنا بنشكر الناشرين، وبشكر من خلال حضرتك اتحاد الناشرين المصريين والناشرين بشكل عام، لأن هم عاملين مبادرات كويسة جدا، إنه في تخفيضات ستصل ل 50% من الناشرين العرب والناشرين المصريين قصدي، وكمان الناشرين العرب عملوا تخفيضات كما اعلن الاستاذ محمد رشاد، وبشكره وبشكر الناشرين برضو العرب المتواجدين، انه التخفيضات تصل الى 70% كما وعد وصرح بهذا الكلام الاستاذ محمد رشاد امس. مش ده بس، احنا كمان معالي الوزيره اعلنت عن مبادره الثقافه والفن للجميع، هيكون فيها الكتاب لا يزيد سعره عن 20 جنيه. وليس سعر، وليس كتب قديمه فقط، ولكن كما اعلم برضو الدكتور احمد باهي، لانه هذا الجناح خاص بهيئه الكتاب وقطاعات وزاره الثقافه، انه الكتب كمان كتب جديده ستكون اسعارها بتبدا من جنيه ل 20 جنيه فقط لا غير. طيب استاذ اسلام، يعني بما ان حضرتك ذكرت دور الناشرين، هل توصلنا لحل او عالجنا مشكله دور النشر الصغيره او دور النشر اللي ما كانش ليها مكان في السابق؟ هم مش دور النشر الصغيرة، هم خلينا نقول دور النشر الناشئة أو دور النشر الجديدة هذا العام، اللي هي لم تحقق القواعد أو الإجراءات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فخصصنا جناح بمساحة 45 متر مربع لاتحاد الناشرين المصريين ليضم في هذا الجناح تقريبا 12 دار نشر من الدور الناشئة هذا العام، واللي هي لم تحقق القواعد والإجراءات اللي بتسمح لها تدخل وتشارك بأجنحة خاصة بيها. فده جناح مجمع
ده خلانا نقدر نقول السنه دي ان احنا ما عندناش ولا قائمه انتظار في معرض القاهره الدولي للكتاب. كل الناشرين الجدد مشاركين في المعرض. أيوة. يا اما باجنحه خاصه بيهم يا اما داخل عباءه او داخل جناح اتحاد الناشرين المصريين. هايل، اتفضل. شكرا جزيلا استاذ اسلام بيومي، مدير معرض القاهره الدولي للكتاب، وفي انتظار طبعا هذه الفعاليات وافتتاح هذا المعرض اللي بيشكل يعني فرصه ثقافيه كبيره جدا طبعاً لكل المصريين. طبعا اكيد، كل تاكيد.